حياكم الله من جديد مشاهدينا. في البداية نشكر زميلنا نجيب وضيفه الكريم المتواجدين في نويصيب، مركز نويصيب الحدودي، على هذه التوضيحات للسادة المسافرين. مشاهدينا، إنجاز طبي كويتي يسجل باسم جميع من شارك في العملية الطارئة والأولى من نوعها على مستوى دولة الكويت، واللي تمثلت بفصل توأم سيامي، وأجريت العملية في قسم جراحة الأطفال في مستشفى ابن سينا للجراحات التخصصية. عن هذا الموضوع راح نتكلم اليوم مع ضيفنا الدكتور عمار علي النقي، بروفيسور مساعد في جامعة الكويت واستشاري جراحة الأطفال. صباح الخير دكتور. صباح الله بالخير. حياك الله ويانا. صباح على مشاهدينا. في البداية نحب نوضح للسادة المشاهدين شنو تعريف التوأم السيامي. التوأم السيامي هو توأم ملتصق، وهذا الالتصاق يكون في أماكن مختلفة، ممكن يكون في البطن، بالصدر، بالرأس، من الظهر، كل الأماكن ممكن يكون نفس المشيمة أو مشيمتين مختلفتين، لكن هذا التعريف بالتوأم السيامي. طيب خلينا في البداية نبارك لكم هذا الإنجاز الكويتي الرائع، اللي هو العملية اللي تعتبر الأولى من نوعها في على مستوى دولة الكويت. خلينا نتكلم شوية بتفاصيل عن استعدادات هذه العملية والوقت القياسي اللي تمت فيه. الله يبارك فيكم. كان فريق عمل كامل، جسد طبي كامل اللي شارك في هذا الإنجاز. الشيء اللي ودي أذكره، لازم كل لقاء أقول شيء يعني غير عن اللي طاف عشان لا يصير تكرار كلهم. نعم. لبعض. العادة فصل التوائم السيامية يتم بتجهيز كامل، يعني عندنا وقت متسع من الوقت ان نسوي اشعاعات، نشوف، نتاكد شنو الاعضاء اللي متصلة، شنو اللي نقدر نسوي، شنو اللي نحتاجه، التخصصات اللي نحتاجها. لكن كان مثل ما تفضلتي ان هذه الحالة كان فيها وضع طارئ اللي يحتاج اني اشكل فريق كامل واحاول اخطط على اكبر واوسع مجال بوقت قصير جدا، بوجود الامعاء الملتوية، بوجود الوضع الطارئ للطفل اللي نحتاج ان ننقله خلال اقل من 6 ساعات. نعم. كنا في غرفة العمليات وعندنا فريق من 18 طبيب من مختلف التخصصات عشان نحتاج ان نفصل الطفلين ونتأكد ان الامعاء اللي كانت ملتوية لا تضر بباقي الامعاء او باقي المحتوى تجويف البطن. نعم. هل يعني تقصد دكتور ان هذول الاطفال كانوا ملتصقين من ناحيه البطن، يعني علشان يعني كانت العمليه فيها امعاء والجهاز. نعم. الهضمي ممكن. نعم. يتاثر. شنو التعقيدات اللي كانت اثناء اجراء هذه العمليه، غير ان الوقت كان عامل يعني جدا صعب؟ تعقيدات على اكثر من مستوى. فلو احنا نفكر ان نقل الاطفال الى ابن سينا يتم عن طريق سياره، وهذه السياره او الاسعاف تتسع لعدد معين من الأشخاص لنقل مريض. نعم. فما بالكم مريضين في آن واحد، يحتاج فريقين نقل في غرف في هذا الإسعاف. قسم الخدج في مستشفى العدان قام بدورهم على أتم وجه صراحة، والله يعطيهم العافية، برئاسة الدكتورة نيران نقيب. نقلوا عندنا في العناية المركزة، عناية المركزة داخل حاضنة واحدة في أول الاستلام عندنا في ابن سينا، نفس الشيء متعودين داخل حاضنة مريض، الحين احنا قاعد نتحكي عن مريضين. نعم. نضرب باثنين كل شيء، وايد عندنا احجامهم صغيره، 800 جرام قاعد نتكلم. ما قاعد نتكلم عن 3 و4 ولا 10 كيلو مثل التوائم السياميه اللي لو نشوف جيراننا اللي هم اكثر دوله متخصصه في فصل التوائم السياميه في السعوديه، والدكتور عبد الله الربيع اللي يفصل الى الان ما يقارب الى 40 او 45 طفل سيامي، وهذا هو مركز يبعث له كل التوائم السيامية اللي من العالم. هم مجهزين، واحنا احتجنا ان نعمل هذا التجهيز كله خلال ساعات لانقاذ ما يمكن انقاذه، والحمد لله تكللت العملية بالنجاح. بالاضافة الى التخدير اللي احتجنا ان نحتاج غرفتين عمليات في غرفة واحدة. كل شيء 2 بواحد، كل شيء 2 بواحد. فعلا هي عملية واحدة ولكن لجسدين مختلفين. صحيح. يعني فاكيد. صحيح. كل شيء كان مضاعف، يعني
مو شيء انضرب باثنين مثل ما ذكر دكتور. وذكرت ايضا ان تم انشاء فريق طبي اعتقد من 16 دكتور 18 طبيب من مختلف التخصصات. صحيح. بالاضافه الى طبعا الهيئه التمريضيه في مستشفى ابن سينا. كلمنا شوي عن هذا الفريق وعن التخصصات اللي كانت فيه. فعندنا دكاترة الخدج، دكاترة العناية المركزة الخدج، بالإضافة اللي كانوا متواجدين في بداية العملية، جراحة الأطفال، جراحة المسالك البولية للأطفال، والدكاترة المساندين لهم. كل هذولا، وإحنا مثل ما قلنا كل شيء مضروب باثنين، يعني إذا نحتاج واحد لا نحتاج اثنين منه. دكاترة استدعيناهم من البيت عشان يجون، ما كانوا لهم أي صلة في ذاك الليلة، يعني الليلة لأن ليلة خفارة، الخفارة هو اللي يكون مناوب. بالإضافة إلى كانوا في دكاترة على أهبة الاستعداد، كان في مكالمات هاتفية مع دكاترة بحيث أن التخصصات الباجية ما في داعي أن أجيبكم كلكم الحين، لكن راح نشوف إذا في أي، لكن خليك مستعد لأي اتصال. بالضبط. نعم. بالضبط. فهذه الـ 18 طبيب هم اللي كانوا متواجدين فعلا. نعم. هذا إلى جانب غيرهم كانوا يعني أون كول، خلينا نقول، أو جاهزين لأي اتصال في أي طارئ. أيضا قبل شوية ذكرت في أحد إجاباتك أن التخدير لعب دور كبير في هذه العملية، وأكيد يعني ما نقدر نغفل عن هذا الدور، فكلمنا عن دور ممرضين التخدير وأطباء التخدير. أطباء التخدير كان لهم دور حيل كبير. العملية أنها تتم في سلاسة، وتم في حالتين مريضين موجودين موصلين بالأخير عقب ما نغطي الطفلين في غرفة العمليات اللي باقي فقط أنابيب، إنهم قادرين يفصلون هالأنابيب هذه بحيث إنه ما يحصل أي لخبطة بين هذول الطفلين اللي موجودين في غرفة عمليات واحدة لأول مرة. نعم. العادة مريض نتأكد قبل لا يدش، نشوف اسمه الملف، الحين عندنا ملفين. نعم. عندنا مريضين، اسمين حالتين. وانه يتم بهدوء، وللأمانة أوجه لهم كل الشكر. أنا ما سمعت صوتهم في غرفة العمليات على حرج أو حرج المريضين على طاولة العمليات، واحتياجهم للكثير من الاهتمام. ما راح أدخل في تفاصيل اللي تمت داخل غرفة العمليات، لكن واحدة من الشغلات اللي كنا محتاجينها كانت سيولة الدم في الطفلين 3 أضعاف الطبيعي. نعم. وكمية 800 جرام، نقول إيش كثر كمية الدم تتوقعون داخل أجسامهم؟ 800 جرام أقل من 80 ملي. فالعملية كنا مسوينها مثل ما يقولون على أطراف أصابعنا، قاعد نتأكد 1000% أنه يتم على أتمم وجه بدون ما ندرف أي قطرة دم بدون داعي. والله يا دكتور كل ما تذكر تفاصيل أكثر يبين الوضع إيش كثر كان حرج. صحيح. وكان صعب، وكان يعني مثل ما قلت محصور بوقت وحالة خلينا نقول يعني جدا حساسة. فأكيد ما نغفل عن دور الكادر التمريضي إلى جانب الأطباء، بالتأكيد لهم دور كبير جدا. فياريت توضح لنا شنو كان دورهم في هذه العملية. هم لهم الدور الأكبر. أنا عمليتي كانت 6.5 ساعات وهي عملية الطاقم الكامل، لكن دور التمريض قبل وبعد وللحين ماشي. الساعات هذه كلها اللي أنا الحين وياك بالمقابلة، من اللي قاعد يعتني في المرضى غير الدكاترة اللي قاعد يشرفون؟ الهيئة التمريضية. أنا وجهت لكم شكر وكل باسمه، وقلت كل واحد باسمه في اللقاء السابق، ما راح أعيد الأسامي، لكن فعلا الهيئة التمريضية هم اللي يكونون أو يخلون الطبيب ينتقل من مرحلة إلى المرحلة الثانية. الطبيب يبذل قصارى جهده إنه يسوي اللي يقدر عليه، لكن أغلب الوقت الهيئة التمريضية هم اللي موجودين. بالتأكيد في كل مهنة في أيادي خفية هي اللي يعني تساعد في هذه الأمور، فأعتقد الهيئة التمريضية هي الأيادي الخفية اللي تظل أو تعتني خلينا نقول في ما يجري في غرفة العمليات. نبي نعرف الحالة الصحية للتوائم الحين. الحمد لله. إحنا الخبر وصل للميديا أعتقد عقب 3 أو 4 يوم من العملية. نعم. فالحمد لله كانت حالتهم حرجة ذاك الوقت. الحين حالتهم أفضل،
دكتورة نيران النقيب تكلمت في هذا الشيء، إن الحمد لله أمورهم مستقرة في الوقت الحالي. نعم. وإن شاء الله نتمنى لهم الشفاء العاجل، ويا رب يرجعون ويقعدون بحضان أهاليهم قريبا يا رب. حالاتهم دائما تحتاج إلى عناية، في العناية المركزة. نعم. لفترة من الزمن، فما بالكم بعد عملية. الله يقومهم بالسلامة إن شاء الله. إن شاء الله ولهم طولة العمر، وتصير رب. هذه الذكريات يسولفون فيها أنهم كانوا متلاصقين جسديا، يظلوا متلاصقين في الدنيا إن شاء الله كأخوان. دكتورنا بنعرف بس عن مستشفى الأطفال التخصصي، إذا كان عندك يعني نقطة بتوضحها عن مستشفى الأطفال. مستشفى الأطفال ضرورة. إحنا في الكويت عندنا 1.25 مليون أطفال أقل من 18 سنة، إذا نعتبر العمر أقل من 18 سنة الأطفال، وهذا متعارف عليه عالميا. للحين بالكويت ما عندنا مستشفى أطفال كامل بعناية الطفل في جميع تخصصاته. مو أنا فيني شيء له علاقة بجراحة الأطفال أروح ابن سينا، البنك الوطني، لا، نبي كل التخصصات تكون في مستشفى واحد. نعم. وهذا واحدة من الشغلات اللي وزارة الصحة حاطتها بالخطة الخمسية لها. وإن شاء الله يا رب ترى النور قريبا يا رب، وتجمع كل التخصصات الأطفال في خدمة الطفل. نعم. للكويتين وللمقيمين إن شاء الله يا رب عما قريب إن شاء الله. مرة ثانية شاكرين لك على هذا التواجد، وشاكرين لكل فريقك على هذا الإنجاز الكويتي المشرف. كل الشكر للدكتور عمار علي النقي، بروفيسور مساعد في جامعة الكويت واستشاري جراحة الأطفال. فاصل ونرجع لكم.